21 من أكتوبر هو يوم يذكرك بالمعلومات التي تحملها معك أو التي تطاردك، وهو اليوم الذي أطلقته شركات بهدف نشر الوعي حول تأثير المعلومات الكثيرة أو الزائدة عن الحاجة أحيانا على سعادة الإنسان وإنتاجيته، وهو ما أكدته فعلا أبحاث كشفت أن الموظف العادي يتلقى نحو 93 رسالة أو رسالة بريدية يوميا، يعني إيميل، دون النظر إلى الرسائل النصية أو المعلومات التي تصله عبر وسائل التواصل أو شبكة الإنترنت. وللاحتفاء بهذا اليوم ضع هاتفك على الصامت، وإن لم تفعل توقف عن الاستجابة لنغمة وصول بريدك الإلكتروني أو وصول بريد إلكتروني جديد لك، بل ولا تسجل بريدك على هاتفك المحمول، وقم بالاطلاع على بريدك 5 مرات فقط، وهو الأمر الذي ينطبق على حساباتك على مواقع التواصل، وستكتشف زيادة إنتاجيتك وسعادتك أيضا. صعب جدا. على العموم مشاهدينا، مبادرة إنسانية نادرة أقدم عليها مدير مطعم ستيف بيتزا في ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث قاد مسافة تزيد على 800 كيلومتر فقط لتوصيل البيتزا لزبون يعاني من السرطان. ريتش مورغان المصاب بالسرطان كان يعيش في ميشيغان قبل 25 عاما، واعتاد على تناول وجباته في مطعم ستيف بيتزا، وحتى عند انتقاله من الولاية استمر باعتباره المطعم المفضل لديه. وكان مورغان ينوي السفر إلى ميشيغان لقصد مطعمه المفضل، إلا أن الأطباء أخبروه بأن معركته مع الورم الخبيث على وشك النصول أو الوصول إلى نهايتها غير السعيدة، وهو ما دفع مدير المطعم الذي علم بالخبر من قبل أحد أقرباء مورغان إلى إيصال البيتزا للزبون السابق، وهو ما وجد إشادة على مواقع التواصل. عيادة كاملة ومصغرة لعلاج الأسنان أنشأها الطبيب السويسري مايكل كيلر في الجزء الخلفي من حافلته الصغيرة، ومنذ عام 2014 يستقبل الطبيب مرضى من كبار السن في عيادته المتنقلة أو يذهب هو لعلاجهم. وتضم العيادة الصغيرة أجهزة تعقيم وتصوير بالموجات فوق الصوتية وشفط وآلة تصوير بالأشعة السينية وكرسي طبيب أسنان قابل للطي، ويعالج من مريضين لأربعة مرضى يوميا. صورة وتعليق على حسابها في إنستغرام، كشفت الممثلة الأمريكية سلمى بلير عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي، وعبر التعليق الذي تعاطف مع متابعوها أشارت إلى أوجه معاناتها مع المرض. ورغم أن الأطباء شخصوا إصابتها بالمرض في أغسطس الماضي، إلا أن النجمة البالغة من العمر 46 عاما عانت لسنوات عدة من أعراضه قبل التشخيص، مشيرة إلى معاناتها من إعاقة حركية، فأحيانا تسقط أو توقع الأشياء من يديها، كما أن الجهة اليسرى من جسدها تطلب إرشادات للتحرك لكن آلية تحديد الاتجاهات معطلة. كما كشفت بلير عن ضعف في الذاكرة أصابها جراء المرض. بلير التي تشارك في مسلسل الخيال العلمي Another Life الذي تنتجه نتفليكس شكرت أصدقائها على دعمهم، وعبرت عن شوقها للعب مع ابنها، وطالبت سلمى بلير متابعيها في حال شاهدوها على الطريق والأشياء تسقط من يديها أن يساعدوها على جمعها أو جمعها، لأن قيامها بذلك بمفردها يتطلب يوما كاملا.